ليست حرائق الاغتيالات وحدها من تلبد سماء العاصمة المؤقتة عدن، بل إن حريقا آخر استهدف أحد الخزانات النفطية التابعة لشركة المصافي. الانفجار الذي أصاب أكبر مصافي تكرير النفط في البلاد أدى وفق مصادر محلية إلى إصابة نحو 21 شخصا من عمال الإنقاذ. بيان شركة المصافي أوضح أن الانفجار كان ناجما عن الضغط الذي حدث عقب وصول النار إلى قاع أحد الخزانات، وامتد لاحقا ليصيب خزانا آخر، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ بالتحقيق بالتعاون مع السلطات الأمنية في أسباب نشوب الحريق. وفيما لا تزال المعلومات غامضة إزاء الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق، أكدت المصافي إخماد النيران وانتهاء الخطورة على المصفاة. الشركة أكدت أن لا تأثير يمكن أن يكون لحريق المصافي على عمليات تموين السوق المحلية أو منحة المشتقات النفطية السعودية. وبالعودة إلى ذاكرة الأحداث، فقد تعرضت مصافي عدن للاستهداف خلال العام 2015 نتيجة المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، ما أدى إلى توقف العمل في المصفاة لمدة عام. وتعد مصفاة عدن من المنشآت الهامة في البلاد، كونها مسؤولة عن تزويد محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة والمحافظات الأخرى بالمشتقات النفطية، ما قد يؤدي التوقف عن العمل فيها إلى نقص حاد في المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة نفاد المخزون من المحطة الكهربائية. وعلى الرغم من مرور نحو 3 سنوات على تحرير العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن الحكومة تظل عاجزة عن تطبيع الحياة في المدينة، بل إنها فشلت أيضا في تأمين المنشآت الحيوية ومنها مصافي عدن التي يرجح تعرضها لعمل تخريبي